ايه ده، في ايه؟ تعالي الله يخرب بيتك، الحق يا يوسف، في جريمة قتل في العمارة. يوسف ليه؟ ما تخليني انا وانت هنا احسن. ليه؟ على الاقل دول روبوتس، لو حصل لهم حاجه يتصلحوا، انما انا خاف يحصل لنا حاجه. هحميكي. تحميني ايه بس بالشبشب ده؟ واحنا طالعين نترس وصار. خليكي انت هنا يا جبانه، الحاجات دي اصلا بتاعت الرجاله، انا هطلع انا ولذيذ، وانا كده كده معايا العصايه. انت معاك ايه؟ سندوتشات سوسيس عشان لما تجوع. ده لما بقى طالع لك من البسين يا حبيبي، احنا طالعين لمجرم. انا بسالك معاك سلاح ايه؟ سلاحي الحوار المتحضر، هحاربهم بالحكمه. هو ده اللي هيخلص الموضوع؟ ده هيطلع يديهم درس في الاخلاق. زومبا، لو حصل لنا اي مشكله وسمعت كلمه الحقونا هتطلعي تلحقينا على طول، فاهمه؟ حاضر. تفتكري هيحصل فيهم ايه؟ هيتضربوا طبعا. هم مين يا بنت اللي هيتضربوا؟ ايه المجرمين اللي فوق، الباشمهندس يوسف واللي معاه هيطحنوه. اه طبعا، ربنا يستر. لا مش خايف، انا بقول لك انت ترمي الجرس عشان انا مستعد اللي هيطلع. ماشي، ما انت ممكن انت اللي ترن الجرس وانا برضه هبقى مستعد اللي هيطلع. يا ساره رن انت عشان لما حد يفتح الباب هو انا ضربه على دماغه كده تشو. يا سلام، طب ما ترن انت وانا اللي هيفتح الباب برضه هضربه على دماغه تشو. مش كنا طلعنا انا وانت احسن؟ انا فاهمه قصدك كويس، انت قصدك ان احنا نطلع نخلص المجرمين دول من ايدين يوسف. عندك حق، ده ابني وانا عارفاه كويس ما شاء الله عليه، بس هو لما بيتعصب بيتهور بالجامد. انت هتقولي لي الباشمهندس يوسف يعني لما بيتعصب بيتهور وبيبهدل الدنيا؟ يا ساره انا راجل وضربتي اجمد، بتسمع الكلام وانت لازم تجادلي في كل حاجه. هو انت ما تفكرش خلف نفسك؟ هو في ايه يعني؟ افكر في نفسي ايه؟ وليه دلوقتي بتتكلمي فيها؟ ايه ده، في ايه؟ استاذ محمد موجود؟ مين؟ الاستاذ صاحب الشقه. اه المعلم موجود، اتفضلوا اتفضلوا. لا 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 لا، المره الجايه ان شاء الله، احنا اجرنا كل في الارض يعني، وكنا طالعين بالصدفه كده فقلنا نيجي نبرتلكوا على الشقه. يلا فرصه سعيده جدا. لا لا لا، مره ثانيه انت لازم تدخل يا معلم، سيب اللي بتعمله واغسل ايدك وتعالى عندنا ضيوف. يغسل ايده من ايه؟ يا اهلا يا اهلا، وصلت لنا الف بركه. اه هغسل ايديها من الدم واكله مره. يا ابني انت وهو ربطوا لك ياس عدل، بدل ما انتوا ماشيين عمالين تخروا كده وفضحتونا. الله، لا براحتهم، احنا هنمسح وراهم هنمسح وراهم. تعالى يا حبيبتي اتفضلي. خلاص روحي بقى يا ساره، انتوا ستات مع بعض. انت رايح فين؟ انت هتسيبني؟ تعالى بقول لك. بتقول لك اتفضلي. بقول لك تعالى. تعالى اتفضلوا، اهلا وسهلا، منورين. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب راسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.